تتصاعد عمليات ملاحقة مسؤولين حاليين وسابقين بملفات فساد في مؤسسات رسمية لها علاقة بحياة المواطنين واحتياجاتهم، حيث صدرت خلال الساعات الأخيرة أوامر رسمية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإلقاء القبض ومنع السفر للعديد من أصحاب المناصب المهمة، لا سيما في هيئة التقاعد العامة في العاصمة بغداد. لجنة مكافحة الفساد العليا يعني هي الملمة بهذا الموضوع، أعتقد عندها تنسيق عالي مع هيئة النزاهة أو القضاة، وأعتقد ما أجت الاعتقالات هاي عشوائية، أعتقد على معلومات وعلى اعترافات. إحنا ندعم هذا الشيء، الشعب العراقي يتطلع إلى هذا الشيء، خصوصا أنه مكافحة الفساد تعرف الوضع الحالي وسبب دمار هو الفساد. الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد الفاسدين في مؤسسات الدولة تهدف إلى فرض سيادة القانون والنظام بالشكل الذي يوفر بيئة عمل عادلة ونزيهة. احنا نعتقد اليوم الاعتقالات اللي جاي تطيل لابد ان يكون هناك يعني مهمه للقضاء، وبالتالي ما اعتقد اليوم متهم يلقي القبض عليه اذا ما يلقى قبض صادر من القضاء، وبالتالي هناك اكو تنسيق ما بين القضاء وكذلك اللجان المشكله وبالخصوص مكافحه الفساد مؤخرا. نتمنى من السيد الكاظمي اكثر جراه. مراقبون يرون ان عمليه اعتقال المتورطين بقضايا الفساد يجب ان لا تقتصر على المسؤولين الصغار، بل يجب ان تشمل الشخصيات والجهات التي كانت تتحكم بهذه الادوات طيله السنوات الماضيه. وتحظى الحملة الحكومية لملاحقة الفاسدين في مؤسسات الدولة والتي تعتبر الأولى من نوعها منذ عام 2003 بدعم سياسي وشعبي واسع. فراس الدليمي، قناة الفلوجة، بغداد.